بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقولش حاجة ساقعة قول كوكولا. ده كان شعار حملة كوكولا لفترة من فترات، وشعار سهل جدا ولذيذ وجميل. ما تقولش حاجة ساقعة قول كوكولا، معنى كده ان الحاجة ساقعة بتساوي كوكولا، تمام؟ ف ده شعار انتشر، وشركة كوكولا من الشركات القوية جدا في الدعاية، وركز في الإعلان هتلاقيه فعلا قوي. قريت انا كتاب للمدير الدعاية بتاعت كوكولا، وذاك جدا كتاب كبير كده، كان بيتكلم عن تسويق المنتج وازاي ان هم بيختاروا اللحظات. يعني في مره من المرات كان كاس العالم شغال، وهم كانوا الرعاة بتاع الحمله، فاتفقوا مع التلفزيون شعار كوكولا يظهر لما الجون يدخل، تمام؟ يعني انت تتفرج بقى على الماتش بقى وانت مصري وبتاع، اول ما الكوره تدخل الجون يدخل تروح شعار كوكولا يظهر تحت كده، بحيث يرتبط شعور السعاده بولائك لكوكولا. موضوع فعلا خطير. طب انا مالي انا بالكولا وبتاع؟ اولا انا ضد الحاجات الساقعه دي كلها، كولا وبيبسي والحاجات ديت، حتى لو شربتها مره بيبقى خلاص عدت. انما هي مشروبات سيئه. خلينا نرجع لموضوعنا. وفي شركات كتيره بتلعب اللعبه ديت، ان هي بتفهمك ان مفيش اي منتج غيرها في السوق، زي مثلا مايكروسوفت. تروح منزله مثلا الاوفيس وتقول لك انت محتاج الاوفيس عندك في الشركه، والشركه بتاعتك مش غير اوفيس. حلو جميل، كلام سليم. ومفيش اوفيس غير عندنا، تمام؟ يقول لك مفيش نظام تشغيل غير ويندوز، هو نظام التشغيل هو ويندوز. فانت خلاص اتحصرت في الحته دي، وما تعرفش ان انت لو خرجت استفاد كتير. استفاد ان انت تنوع، فبتعرف حاجات اكتر وتقدر تقارن ودماغك بتتفتح جدا والذكاء بيزيد وكل حاجه، ان انت تشوف امثله اخرى وتقارن بينها، دي حاجه قويه جدا. وبعدين انت بترتبط بشركة عمال تدفع فلوس. لو انت تعرف بديل ده بيفيدك جدا، بمعنى ان انت بتقدر تتفاوض مع الشركة وتقدر تاخد حاجة بسعر كويس. الشركة ما تقدرش تحط رجل على رجل وتقول لك هتشتريه والا المكتب بتاعك هيقفل. يعني مثلا انت مثلا شغال على برنامج معين، تمام؟ وليكن مثلا انت شغال في المجال بتاعنا بتاع الكونستراكشن حاجة والكونسلتنت، وقالوا لك الريفت كويس وجبت سطبت الريفت. سطبت الريفت ليه؟ لان انت عايز بيم بيساوي ريفت. كده انت وقعت في غلطه منطقيه، لان الريفت ده اداه من الادوات اللي بتحقق الريفت، وفي غيرها كتير جدا، تمام؟ بس هو قدر يوصل لنا مفهوم ان كاد هو الاوتوكاد. لا، في برامج تانية مجانية بتشتغل بالحاجة ديت، وتقدر تحصل عليها وتبدأ تشتغل عليها. ولو عايز الاوتوكاد موجود، ما بقولكش ان الاوتوكاد وحش، تمام؟ بس تبقى عارف ان في بديل، وتروح للبديل وتلاقي حاجه ناقصه، فتعرف تبدا تدور على البديل ده في الاوتوكاد. تدور مثلا ده في حاجه انا مش كنتش متخيل ان الكمبيوتر ممكن يعملها، طيب انا ادور على ناس بيعمل الموضوع دوت، تمام؟ يعني انا لما اشتغلت على الارك كاد لقيته بيعمل حاجات الريفت ما بيعملهاش، فبدات ادور على بلجن يعمل الحاجه دي، او بدات اشوف اتعلم برمجه بحيث اعمل الحاجه دي ليا، او اشوف مبرمج يعملها لي. فالفكر ان الواحد بدا دماغه تكبر، قاعد يربطك مثلا بشهادة زي البروفيشنال ويلمح حالك والحاجات دي كلها. خلاص بقى هدفك الوحيد يقول لك ايه، خرجت من جامعه لازم تاخد شهاده ريفت بروفيشنال، سواء معماره او انشاء او كهرباء ميكانيكال. وبعد كده بدل ما عمل سوق راح مطرطشها في السوق. يعني طرطشها في السوق، خلى اي حد معدي في السوق يعرف ياخد البروفيشنال. مش هنتكلم اتعملت ازاي، بس فعلا السوق مره واحده نلاقي واحد معماري واخد معماري وانشاء وكهرباء ميكانيكال. طب ليه؟ انت المفروض معماري، ايه اللي خليك تاخد ام اي بي وانت عمرك شغال بيها؟ بس الامتحانات اتسربت وحصل، فالناس بقت تاخد الشهادات، وهو داخل ومعلم امتحان وضامن 1000000% ان هو هياخدها، بينما الخبره صفر، تمام؟ الموضوع اتضرب خلاص. دلوقتي حاليا شهاده اللي هي الاوتوديسك سيرتيفايد انستراكتور الاي سي اي، قعد يعمل لها اسم والحاجات دي كلها، بعد كده ضربها هو وبقى خلى كل الناس عندها اس اي. ليه هو عمل الحاجتين دول؟ ان هو ضرب البروفيشنال والاس اي، ده ضربها بهدف ان الناس كلها تبقى عارفه الحاجه دي وكاتباها في السي في، فلما يروح شركه يقول لهم لا ده انا بروفيشنال في ال... ده انا اس اي بروفيشنال، وعيب ده احنا اللي اتعلمنا بره وجوه، مش جوه بس. فيقول لهم احنا هنشتغل ببرامج اوتوديسك، بينما ممكن يكون في برنامج تاني. يعني مثلا لو كنا عرفت انشائي في تكلا في 600 برنامج تاني، وممكن ادي الغرض انا عندي حاجه مهمه قوي ان هو يحقق لي الحاجه اللي انا عايزها بكفاءه، ويبقى فيه تعاون بين كل الاقسام، ويبقى فيه ان الناس كلها شايفه الشغل بتاع بعض. ده الهدف بتاعي،
تقدر تعمل حاجات دي ببرنامج الرسام اللي هو الصغير ده، او ببرنامج الوورد باد اللي بيجي مع الويندوز زي الفل. اعمله لي، مش هدف عندي برنامج، البرنامج ده وسيلة او غاية، تمام؟ فانت حاول، هقول لك على فكرة حلوة عشان تعرف البدايل. اكتب، خش على جوجل واكتب البرنامج اللي انت عايزه مسافة في اس، يعني بتقول له قارني بين حاجة تانية، هيطلع لك حاجة تانية اللي الناس كلها بتدور عليه. او اكتب البرنامج اللي انت عايزه، ولكن مثلا بتدور على بديل لل الانترنت اكسبلورر، اكتب انترنت اكسبلورر مسافة الترناتيف او انترنت اكسبلورر مسافة في اس، وشوف ايه البرامج التانية وجربها، هتلاقي دماغك اتوسعت. ممكن تلاقي البرنامج اللي انت كنت شغال بيه ده ولا ليه اي لازمة، تمام؟ مجرد بس ان هو جاي مع الويندوز انترنت اكسبلورر، ولا بنعمل بيه حاجة خالص، تمام؟ اول ما بيجي بنشيله ونروح مشغلين، يعني مجرد بس ان احنا بنشوفه عشان نسطب كروم او فايرفوكس، تمام؟ الموضوع مش مهاجمة للشركة، الموضوع ان انت بتوضح. ما تحصرش نفسك في حاجة، دور على بدايل، دور على بديل للويندوز وجرب، وهتلاقي دماغك بتتوسع، نسبة ذكائك بتزيد، نسبة التفكير بتزيد، كل الحاجات دي بتزيد. جرب الاوبن سورس، يعني خش كده وقول انا عايز بديل مجاني، انا بدور على بديل مجاني للبرنامج الفلاني اللي انا بستخدمه، وشوفه جربه. هتلاقي الاوفيس فيه لايبرري اوفيس، وفي فري اوفيس، وفي 600 اوفيس موجودين ببلاش ومش محتاج حاجة خالص، تمام؟ ما تقولش حاجة ساعة، قول مية، قول لبن، قول يعني اشرب حاجة طبيعية احسن.